تعززت البنيات التحتية التنموية لمدينة تيفلت بإحداث المركز الاجتماعي المتعدد الاختصاصات في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمجلس البلدي للمدينة. مشروع كيهدف الى تحقيق واحد الطفره في مجال الشغل، وذلك من خلال توفير التكوين وتقويه قدرات الشباب في حرف متنوعه اللي غتمكنهم من الولوج لسوق الشغل. يستقبل المركز خلال الموسم الحالي 264 متدربا، على ان يصل العدد في الموسم القادم في اطار اضافه شعب جديده الى 400 متدرب من مختلف الاختصاصات. المحاسبة، صيانة شبكة المعلومات، مستوى تقني، مدة تكوين في هذه الشعاب تمتد إلى سنتين. مستوى التأهيل، هناك عامل مؤهل في نجارة الألومنيوم والخشب، عامل مؤهل في الفصارة والخياطة، مدة تكوين تصل إلى سنة. هناك أيضا مستوى التخصص، عامل متخصص في الفصالة والخياطة، كهرباء البناء، وتمتد فيهم مدة التكوين إلى 6 أشهر. على مساحة 1400 متر مربع أنشئت مؤسسة دار الطالبة بتيفلت، خدمة نموذجية في الاستراتيجية الإقليمية لمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي. دار الطالبة تتلعب واحد الدور مهم، وكتستقطب واحد المجموعة ديال التلميذات اللي كانوا يتخلوا عن الدراسة ديالهم، ولكن فضل المبادرة والمؤسسة اليوم كيتابعوا الدراسة ديالهم. الحمولة ديال دار الطالبة 48 تلميذة اللي كتقرا في هذه المؤسسة كتوفر لهم جميع الشروط ديال العيش الكريم، والجمعية الخيرية هي اللي كتقوم بالتمويل ومجموعة ديال الحاجيات اللي كتخص النازلات والمستفيدات. 19 من دور الطالبات أنجزت على مستوى إقليم الخميسات، مؤسسات تقدم خدمات تجيب عنها إحدى النازلات. نسكن في واحد القرية بعيدة على مدينة تيفلت، وكل ما نهد دار الطالبة ما نقدروش يعني نقرأ ونكملوا الدراسة ديالنا، نفضل كيرجع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مشاريع حققت مبتغاها بفضل جميع المتدخلين على مستوى الإقليم من سلطات إقليمية ومصالح لا ممركزة للدولة والهيئات المنتخبة، وكذا فعاليات المجتمع المدني.